السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي كويزين مها. اذا اول مره كتدوروا القناه نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وتعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم. اليوم ان شاء الله هنحضر معكم واحد الكلاص او ايس كريم كيجي رائع بزاف في الليل في هذه الحراره. هذه كنحتاجوا جوج مكونات فقط. المكون الاول وهو اوريو، كنحتاجوا 8 ديال الباكيات ديالو، وكنحتاجوا الحليب. انا نقول لكم الكميه ديال الحليب شحال كنحتاجوا. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنستعملوا كاس ديال الخلاط الكهربائي هو اللي غنخدموا فيه، وكناخذوا اوريو كنقطعوه بالمقص على هذا الشكل. هذا كناخذوا الحبات ديال الاوريو كنعملهم بحال هيدا. وملي عملت الاوريو ديالي كامل في الكاس الخلاط الكهربائي، كيبقى لي هاد الساشيات هادو كنحتاجوهم كنعمرو بهم الحليب. انا نوريكم كيفاش كنعملو. كنخويو الحليب ديالنا بهاد الطريقه هادي، هانتوما، وكنوضعو في كاس ديال الخلاط الكهربائي. كنعملو المرة الثانية، كنعملوه في الكأس ديال الخلاط الكهربائي. كنعملو الرابع، يعني أربعة ديال الساشيات كنعمروهم بالحليب. عليها كنقطعوهم بالمقص بديك الطريقة، ودابا كنطحنو ونرجع معاكم. وملي طحنتو هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش كيجينا. دابا غنوضعو في ديك الساشيات ديال الأوريو. كناخدو شي طاسة باش ندخلوه للثلاجة. كناخدو واحد ساشيه ديال الاوريو كنعملو بهاد الطريقه هادي. بسم الله، غيب شويه باش ما يتهرق الناشي، وكنعمرو حتى الفوق. هانتوما، وكنوقفو بهاد الطريقه هادي. نعدل معكم ساشية ثانية. بغيتو ما تعمروهش حتى الفوق ما تعمروهش، كيبقى لكم اختيار. وكنكمل بنفس الطريقة. ملي كملتو ما عمرتهم كاملين بهم كيجيوني 6 ديال لي ساشيات لي عامرين، ماشي 8، غير 6 فقط حيتاش عمرتهم حتى الفوق. بغيتو تعمروا غير النص يجيوكم اكثر من هاد الكميه اللي جاتني. دابا كندخلهم المجمد لمده نصف ساعه حتى يبداو يعقدنا ويتمسكنا شويه، وديك الساعه كنعملوا لهم العود ديالهم كنعملوه وسط منهم. دابا ما نقدروش نعملوا العود، يقدروا يسيحوا لنا وما يلصقوش مزيان، يتمسك لنا الخليط شويه يجمد شويه، وديك الساعه نعملو فيه العود. وملي خرج الكلاص ديالي من المجمد هانتوما كيف كتشوفوا عقد لي شويه. دابا يمكننا اننا نعملو هاد العويدات هادو ديال الكلاص، كنعملوهم بحال هيدا. واخا يطلع لنا شويه ماشي مشكل، هانتوما بحال هيدا كنعملو له.
ودابا هاد الاثناء دابا كنرجعوا للمجمد لمده ليله كامله ونخرجوا وتشوفوه ان شاء الله. وملي خرجت الكلاص ديالي من المجمد هانتوما كيف كتشوفوا قصح منه وتجمد مزيان. دابا كنحتاجوا شي مقص وكنقطعوا هاد الساشي هذا غير بشويه، كنزولوه غير بشويه باش ما يطرناش العود ديالو بحال هيدا. كنبقى نزولو بهاد الطريقه هادي. هانتوما الكلاص ديالنا. بالنسبه للتزيين غنقول لكم شنو كنعملو فيه. وبالنسبه للتزيين كنحتاجو شوكولا تكون نواغ شوكولا سوداء ومن نوعيه نستعمل ديال غالا، عملته في باماغي اي حمام مريم، احتذاب لي ورجع فحال هيدا هانتوما كيف كتشوفوا. ودابا كنضيف له كاوكاو يكون محمر ومهرمش فحال هيدا، كنضيفو على الشوكولا ديالي. كنخلطوه فحال هيدا. ودابا كناخد ديك الكلاص ديالي اللي عدلت كنوضعو هنايا، كنعملو بهاد الطريقة هادي. كنعملوه كامل بالشوكولا. ملي عملته كامل في الشوكولا هانتوما شوفوا كيفاش كيجيني الكلاص ديالي وكينشف. دابا كنعملو شي طابسيل وكنكمل البقيه ديال الكلاص ديالي. وكيف كتشوفوا ملي كملت الزين ديال الكلاص ديالي هانتوما شوفوا كيفاش كيجيونا. نخليهم شويه ملي نزينهم نخليهم شويه يبردوا في المجمد ونخرجوهم وكيقصح لنا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي رائع ومزيون بزاف. نتمنى يعجبكم وتجربوه ونتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.